أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث أن بطولة كأس العالم التي تحتضنها قطر حاليا حققت نجاحا كبيرا في الحضور الجماهيري، حيث سجلت مباريات المرحلة الأولى من دوري المجموعات نسبة حضور بلغت 94% من السعة الكلية للحضور في الملاعب. وأشارت المديرة التنفيذية لإدارة الاتصال والإعلام في اللجنة فاطمة النعيمي إلى أن مباراة البرازيل أمام صربيا التي أقيمت على ملعب بوسيل حطمت الرقم القياسي لحضور الجماهير للمباريات في قطر، كما أن البطولة حققت أرقاما عالية من حيث المشاهدة التلفزيونية في أولى مراحلها مقارنة بالبطولات السابقة، ويتوقع أن تزداد أعداد المتابعين مع تقدم مراحل البطولة. من لوسيل ينضم إلينا عبد الله الملا رئيس النادي الأهلي القطري. سيد عبد الله أهلا بك. نحن نتابع الآن مباراة السعودية بولندا، وذكر مراسلنا أن الآلاف يودون حضور هذه المباراة تحديدا، لكن الملعب ممتلئ على آخره، وكما جاءت في إحصائيات اللجنة العليا للمشاريع والإرث بلغت نسبة استيعاب المدرجات 95%. ماذا يؤشر ذلك؟ أولا طبعا نحمد الله على هذا التوفيق، ويعني بوادر نجاح البطولة بدأت، وذلك تدفق العدد الكبير من الجماهير في كافة الملاعب المونديالية. لذلك وتقارير مراسلينكم الحقيقة يعني دحضوا كل ما هو يذكر خارج دولة قطر بأن الملاعب فاضية والملاعب ليس لديها جمهور. الجماهير متواجدة خارج الملعب أكثر من داخل الملعب، وقد تحطمت الأرقام القياسية في مباراة التي أقيمت في ملعب الوسيل. يعني الملعب يسع إلى 80,000، ولكن العدد المحصور والذي أعلن عنه 88,000. لذلك يعني البطولة تم يعني تسير من نجاح إلى نجاح، وفي كل مرحلة من مراحل هذه البطولة التي يعني تحطمت كل الأرقام القياسية حقيقة. نحن طبعا في قطر سعداء جدا بتواجد هذا الكم الكبير من الجماهير، وهي نكهة البطولة ونجاح البطولة. نشاهد جماهير أتوا من البرازيل والأرجنتين ومن أوروبا ومن الشرق الأدنى، وكذلك الجماهير المتواجدة في الدوحة. كل هذا طبعا مؤشرات تعطي إلى أن البطولة تسير من نجاح إلى نجاح. طيب، يعني ذكرت سيد عبد الله أن جماهير غفيرة أتت من الأرجنتين والبرازيل، يعني من مناطق بعيدة بأمريكا اللاتينية، هل كان هذا متوقعا بالنسبة لكم؟ انقطع الخط. سيد عبد الله تسمعوني؟ سنعود مجددا إلى سيد عبد الله الملا. نبقى في إطار أيضا المونديال، حيث انطلقت فعاليات درب الساعي في قطر احتفالا باليوم الوطني الذي يوافق 18 من ديسمبر، ويقام الاحتفال هذا العام تحت شعار وحدتنا مصدر قوتنا، يتزامن مع استضافة البلاد نهائيات كأس العالم قطر 2022. وحدتنا مصدر قوتنا، شعار درب الساعي لهذا العام والذي يصادف تنظيمه بطولة كأس العالم. قصة شباب حملوا رسائل مؤسس الدولة من وإلى قطر، فجاءت هذه الفعاليات التي تتكرر سنويا تكريما لهم وتعريفا بتاريخ قطر وتراثها، من خلال الفعاليات التي تتضمن 4500 نشاط ثقافي وتراثي، وبمشاركة عدد كبير من الوزارات والمؤسسات الحكومية. هو درب الخير، طريق الخير، نعم، كل ما يشمل الخير فهو هنا في درب الساعي، فسمي بدرب الساعي بأنه يعني طريق للخير أو درب الخير والسلامة. الدفوف والطبول الخليجية، رقصات العرضة الشعبية،
مهام حنجرة البحر الشاجية التي ألهمت الغواصين الغوص وصيد اللؤلؤ، كلها أجزاء من تاريخ شعب عاش حياة بسيطة اعتمدت على الصيد البحري وتجارة اللؤلؤ قبل أن يحل النفط محل هذا الموروث الذي يأبى القطريون نسيانه. ساعي نحن يعني نراوي الناس، الناس تبي تعرف. الجيل الصغير ما كان هذا الشيء موجود عندهم، جيل الشباب الحين هذا الشيء الحمد لله صارت النعمة، طلع البترول وطلع الغاز والحمد لله والناس راحت خير. الأول عايشين على هذا اللولو وعايشين على البحر. تهدف فعاليات درب الساعي هذا العام إلى تعزيز مشاركة جميع أفراد المجتمع وزوار قطر في احتفالات اليوم الوطني مع العمل على إبراز تاريخ المنطقة الأصيل مواكبة للحدث الرياضي الأبرزي عالمياً. تاريخ قطر وتراثها يجتمعان في مكان واحد في درب الساعي الذي يجسد قصة طريق استخدمه مندوب مؤسس دولة قطر في مراسلاته الداخلية والخارجية، وهو فرصة أيضا لتعريف زوار قطر خلال كأس العالم بثقافة البلاد. وهيبة بوحلايس، العربي، الدوحة. ويبقى معنا السيد عبد الله الملا. سيد عبد الله، كنت قد ذكرت ان يعني مشجعين كثر اتوا من البرازيل والارجنتين من مناطق وبلدان بعيده، ورغم شغف هذه الشعوب بكره القدم الا ان البعد المسافه ربما طرح التساؤلات عن امكانيه وجود هؤلاء في قطر. هل توقعتم هذه الاعداد؟ طبعا نتوقع الأعداد، لأن هذه بطولة كأس عالم، وهي طبعا دوحة الجميع تستضيف هؤلاء المشجعين الذي جاءوا من كافة أرجاء المعمورة ولتشجيع فرقهم. هم عادة في كل البطولات يعني يتابعون فرقهم لتشجيعها ومؤازرتها، يتعرفوا على ثقافات هذه الدول التي تستضيف بطولة كأس العالم ومنها قطر. نحن هنا في قطر سعداء جدا 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 لوجودهم معانا في 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 هذه البطولة، وهم أثروا البطولة ويعني أعطوها المؤشرات الأولية للنجاح. ونتمنى لهم ولفرقهم التوفيق والإقامة السعيدة في دولة قطر والتعرف على بعض معالم قطر وحضارة قطر التي هم الإعلام الغربي كان مغيبهم الحقيقة. كيف تابعتم تدفق مئات الآلاف من السعوديين؟ بالأمس رأينا يعني فيديوهات لطوابير من السيارات عند معبر سلوى، كلهم يودون حضور المباراة. واليوم استمعنا إلى مشجع سعودي يقول أنه تقريبا حضر 250 ألف مشجع سعودي، لم يتمكن إلا ربما يعني أقل من نصف هذا العدد، 44 ساعة الملعب الحضور المباريات. ما رأيكم بالمشجعين السعوديين والأعداد الكبيرة التي حضرت؟ الحقيقة أن الجمهور السعودي ذواق، والجمهور السعودي يقف يعني يقف خلف فريقه، وطبعا هم في بلدهم الثاني قطر وقريبة المسافة جدا بيننا وبينهم، شيء طبيعي أن يتدفق الآلاف ومئات الآلاف من السعوديين للوقوف خلف فريقهم، وهذا كان الدافع الأول لفوزهم على الأرجنتين، لأن يعني الجمهور يلهب حماس اللاعب، واللاعبين كانوا عند حسن ظن جماهيرهم، وطبعا هم في بلدهم الثاني قطر، ونتمنى لهم ان شاء الله، والفريق السعودي الذي يلعب الان امام بولندا نتمنى له التوفيق وان يخرج بنتيجه يعني تؤهله باذن الله الى المرحله الثانيه ويكونون اول المتاهلين. فما في شك ان هناك ناس اعداء النجاح، يعني انا اليوم سمعت بعض الاقاويل يعني كان يقولوا ان البطوله فاشله جماهيريا، اين الفشل؟ التلفزيون وعين العدسات هي تعكس للعالم، ولكن هم يتمنون الفشل للبطوله حتى يقولوا والله احنا المرات الجايه لا نمنح البطوله للدول في الشرق الاوسط او في اسيا. فهذا طبعا شيء مخيب للامال ان من الحكومات الغربيه التي تعمل من خلف الكواليس، يعني حسب ما سمعت ان هناك تداولات وشراء تذاكر وعدم بيعها على جماهيرهم لافشال البطوله، ولكن رب العالمين هو الذي يحدد نجاح البطوله باذن الله. سيد عبد الله، لكن الاشاعات والحملات ما زالت مستمره، وسرت شائعات في الأيام الأخيرة أن بعض
المنتخبات ممكن أن تنسحب من البطولة مثل منتخب إنجلترا وويلز، وهذا لم يحصل. بالتالي الإشاعات مستمرة والحملات الممنهجة مستمرة من بعض الدول الغربية. الحقيقة الدول الغربية ذكروني بالعصور الوسطى، نحن اليوم في القرن 21، فلا يستطيعون تغيب الجماهير، لأن الإعلام يعني العالم أصبح قرية صغيرة، هناك السوشيال ميديا، هناك التلفزيونات تنقل الجماهير. الحين مراسلكم يقول أن خارج ملعب المدينة التعليمية عدد كبير جدا، مئات يعني الألوف برا اللي جاءوا لمؤازرة منتخباتهم. نلاحظ يعني جماهير الأرجنتين في مباراة الأرجنتين والسعودية، ملعب يشيل 80,000 تقريبا، يعني أكثر من 50,000 أرجنتيني، فأين الفشل؟ حقيقة هي غيرة لا غير، إنهم يغيروا من الدول التي تستطيع أن تقدم أفضل البطولات وترفع السقف هذه البطولات إلى 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 أعلى المراتب، وهذه يعني إحنا لا نعيرها أي اهتمام، لأن أرض الواقع يقول خلاف ما يقولون. الجماهير مستمتعة في الفانزون، في الكورنيش، في الميناء، في الملاعب، كلها متواجدين في درب في درب الوسيل. فلذلك نحن نسير بخطى ثابتة نحو نجاح منقطع النظير بإذن الله لهذه البطولة التي جاءت إلى الشرق الأوسط، وهي تمثل العرب وليس قطر فقط، والشرق الأوسط وآسيا. شكرا جزيلا لك سيد عبد الله المولى، رئيس النادي الأهلي القطري، كنت معنا من الوسائل.